عمال تشرح لي كل يوم مهارات وقواعد وشرح وجرامر وتجيب جمل من هنا وجمل من هنا وتعيد وتزيد عشان الناس تفهم. احنا زهقنا منك خالص، عايزين امتحان كامل، عايزين يا سمارت انجليش تشرح لنا امتحان كامل في القواعد والستراكشر اند ريتن اكسبريشن. النهارده يا شباب معانا امتحان كامل في الستراكشر بوست تيست، هنشوف مع بعض مجموعه من الجمل الجميله جدا اللي بتطبق عليها مهارات مهمة جدا في اختبار كامل عشان تقيس مهارتك وقدراتك بشكل كامل، ويبقى عندك اوفر اول كده رؤية عامة كده عن الوضع بتاعك في الجرامر عامل ايه. يلا مع بعض نشوف التفاصيل ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني يا شباب، انا انور ودي قناة سمارت انجليش، بحييكم تحية كبيرة جدا. النهاردة يا شباب معانا كمبيوتر توفل تيست، عندنا بوست تيست كامل هنتكلم فيه عن مجموعة من الجمل، وهتشوف نفسك حضرتك دلوقتي في الجمل دي هل انت كويس ولا مش كويس، عامل ايه في الاختبار. ده ستراكشر بوست تيست كمبيوتر الخاصة بالكمبيوتر، هنشوف مع بعض مجموعة من الجمل مهمة قوي تركز في الشروحات وتتابعني لنهاية الفيديو عشان تكتسب مهارات جديدة جوه ستراكشر اند ريتن اكسبريشن. اوعدك في نهاية الفيديو هتتقن حاجات كتير. نمبر 1 يا شباب، الاسكا هاز مور اكتف جليسيرز از ذا ريست اوف انهابيتد وورلد كومبايند. بيقول ان ولايه الاسكا لديها انهار جليديه كثيره جدا مقارنه بالموجود في الاماكن الثانيه في العالم. ده من ناحيه المعنى، نشوف الجرامر بقى مع بعض وفين الخطا هنا. طيب هاز مور، اول ما اشوف مور على طول يا جماعه المفروض على طول عندي كلمه زين، اول ما اشوف مور تمام واكتف الصفه مور صفة زين، يبقى كلمة از هنا على طول خطأ اوتوماتيك كده. يبقى هنا في هذه الجملة رقم واحد بتكلمنا عن المقارنة، وفي المقارنة شباب انتوا عارفين ان بيبقى في المقارنة بالصفات الطويلة او القصيرة مور والصفة زين، ادي مور ثم ادجكتيف اللي هي اكتف كلمة نشط، وطبعا المفروض اشيل كلمة از واحط زين. ده بين شباب بيقول بنجامين فرانكلين believed that the turkey rather than the eagle should be came the symbol of the United States. بيقول ان بنجامين ده بيعتقد او بيؤمن ان الديك الرومي يجب ان يكون بديلا للنسر الموجود على رمز وعلم الولايات المتحده الامريكيه. ده رايه يعني، شايف ان الديك الرومي حلو على الاقل بيتاكل يعني. طيب نشوف مع بعض كده الجمله من ناحيه الجرامر فين الخطا. believed ده فعل في الماضي البسيط تصريف تاني ما فيهوش اي مشكله خالص، و that the turkey rather than ما فيهاش مشكله ايضا. لكن هنا لو بصيت على كلمة should يا شباب اللي هي modal verb من الأفعال الناقصة، المفروض بيجي وراء infinitive مصدر دايما. يبقى القاعدة اللي هنستشفاها النهاردة في رقم 2 أن المودل فيربس كلها بيجي وراء فعل في المصدر. لو لاحظت أن الفعل بيكيم مش في المصدر، ده تصريف تاني الفعل وهنا الخطأ، يبقى لازم أقول بيكم تمام كده. بيكم شباب بيقول Indians lost river، النهر المفقود الهندي space مسافة underground تحت الأرض for the distance of 22 miles على مسافة 22 ميل. طيب هو هنا في الجملة دي بيديني معلومة أو حقيقة علمية، دايما مع الحقائق العلمية شباب بنستخدم present simple المضارع البسيط، فالإجابة الصحيحة تبقى travels مش traveling. يعني بيقول النهر المفقود الهندي يسافر أو يعبر تحت الأرض على مسافة 22 ميل. طب واحد يقول لي ترافلنج، لا ليه؟ لان ده فيرب بلس ان جي ويبقى الجمله كده ما فيهاش فعل لو انا حطيت ترافلنج، لان ترافلنج مش فعل تمام، ده اسم، اسمه اسم فاعل، وتو ترافل تو المصدر ما ينفعش، لازم قبلها فعل الاول وانت تو ترافل، اسكد هيم تو ترافل، حاجه زي كده. وايه ترافل ده تكرير للفاعل مره ثانيه، بيكرر الفاعل ات على الرغم من انديان لوست ريفر، الريفر ده الفاعل بتاعي فما ينفعش اكرره ثاني. اذا الاجابه الصحيحه والسليمه في هذا الاختيار هي troubles. have ridden the first Ferris wheel at the Columbian Exposition in Chicago in 1893. بيقول ان الركاب ركبوا فيري المعديه البحريه في المعرض الكولومبي تمام، كلمه Exposition يعني معرض كولومبي في شيكاغو في ولايه شيكاغو سنه 1893. طيب الغلط هنا ايه يا جماعه؟ لو حضرتك بصيت على الجمله دي هتلاقي فيها ذكر تاريخ تمام؟ طيب التواريخ وتحديد الميعاد تحديدا مع البريزنت بيرفكت او في المضارع التام ما ينفعش. يبقى لما احدد ميعاد يبقى استخدم ماضي بسيط. طب لو اطلقت الجمله على العموم يبقى مضارع تام. يبقى بمعنى اصح التصحيح رقم 2 هاف ريدن، والاجابه الصحيحه تكون راد، التصريف الثاني من الفعل رايد. يبقى باسنجر راد، الركاب ركبوا اول معديه في المعرض الكولومبي. شوف نمبر 5 يا شباب بيقول ذا كرو ماجنونز انتر ذا اريا ذات از توداي يوروب اند كويكلي اليمينيتد اور ابسوربد ذيرز نيندرسال بريسيدرز.
يعني بيقول ان المنطقه اللي فيها بقايا الانسان دخلت الى اوروبا وبسرعه انتشر بالابحاث بتاعتهم على انسان النيندرتال، وده انسان بيعملوا عليه ابحاث تاريخيه واجراءات تاريخيه، فكلمه بروسيدرز يعني اجراءات. نشوف الخطا فين في الجمله دي من ناحيه الجرامر، وده اللي يهمنا. كلمه زيرس دي ما تنفعش بالمره خالص هنا يا جماعه، كلمه زيرز لوحدها تنفع، لكن لما يجي وراها نيندرسال بروسيدرز يبقى ذير فقط ما فيش اس. يبقى التصحيح لهذه الجمله هقول ذير نيندرسال بروسيدرز، اللي هي الاجراءات اللي عملوها على الانسان نيندرسال. انسان نيندرسال ده انسان اكتشفوه بيعملوا عليه ابحاث وقديم واثري، تمام؟ فاقول ذيرز غلط، الاجابه الصحيحه ذير فقط، تمام؟ شباب بيقول شوف رقم 6 مع بعض. fossil fuels like coal, oil and gas produce carbon dioxide when space burned. الإجابة الصحيحة لهذه الجملة، ركز معايا كده، هل نقول are burned ولا they burned ولا they are burned ولا are they burned؟ طيب هو هنا جت رابطة بين جملتين، تمام؟ طيب يبقى المفروض في فاعل وفعل في المنطقة دي. طيب عندي الفعل، تمام، يبقى في فاعل، يبقى ار ما تنفعش، ازاي تنفع، ازاي تنفع، دي ما تنفعش، يبقى الاختيار واحد واربعه بره الاختيارات، يبقى نوك اوت، تمام؟ طيب هل انا هستخدم they burned على طول ولا they are burned؟ هنا في الاجابه الصحيحه هتبقى رقم ثلاثه. ليه اخترنا they are burned؟ لان واضح من الجمله ان مش الفحم هو اللي بيحرق، ده هو اللي بيحترق، هو والمواد الاخرى اللي معاه. يبقى هنا صيغه مبني المجهول passive. طب المبني المجهول بيتكون من ايه؟ جزء من verb to be وتصريف ثالث في فعل في زمن الجمله ده. يبقى الاجابه السليمه they are burned. they are burned. طيب شوف نمبر 7 يا شباب، بيقول the best members of the cabbage vegetable group includes head cabbage, cauliflower, broccoli, kale, collard, and parsley spores. تعال شوف مع بعض معنى الجملة. بيقول أفضل العناصر الموجودة في خضروات الكرنب هي مجموعة تحتوي على رؤوس الكرنب، تمام، والكرنبيت نفسه، كلمة cauliflower الكرنبيت، تمام، والبروكلي اللي هو البروكلي معروف، وكمان الكيل اللي هو الليفت، تمام، والكولارد اللي هو الكرنبيت الأخضر، والبروستيد بارتس اللي هو الكرنب المسلوق او الملفوف، تمام؟ دي انواع من انواع الكرنب والكرنبيت وما اجمله طبعا. تعال نشوف مع بعض الجرامر مظبوط ازاي. تعال نشوف ذا بيست نون. ذا بيست نون ديت كومباوند ادجكتيف، يعني صفه مركبه عباره عن بيست ونون، ودي صفه وبيست، وذا بيست ده تفضيل. الاكثر معرفه او شهره ما بين اعضاء الكرنبيت مجموعه تحتوي على، طيب of the cabbage. اول حاجه نحدد الفعل بتاع الجمله عشان الامور تتضح بالنسبه لي. انا عندي هنا كلمه members يعني اعضاء، جمع ولا مفرد؟ جمع. طيب the best known members، الاعضاء المعروفه جدا من الكرنبيت مالها؟ بتحتوي على. يبقى الاعضاء دي الفعل بتاع الجمله، السبجكت بتاعي. طيب ازاي يبقى الفعل جمع يا شباب والفعل includes يمشي مع مفرد؟ includes فيه اسم المفرد غائب، ايوه، يبقى الاجابه هنا خطا، والتصحيح كلمه includes تصبح include، والسبب الفاعل الجمع. شوف نمبر على رقم 8 يا شباب مع بعض. بيقول an hiccup is a spasmodic contraction of the diaphragm which leads to a massive intake of air. بيقول ان الزغطه، عارفين الزغطه؟ عارفينها، اللي هي هايكب، is a spasmodic contraction، يعني هو تقلص او تشنج او هياج في الحجاب الحاجز الذي يؤدي الى استيعاب او مص كميه كبيره، انتيك يعني استيعاب او شد او امتصاص لكميه كبيره من الهواء. شوف مع بعض بقى ناحيه الجرامر فين الخطا هنا معانا. طيب اول حاجه كده نمسك على طول رقم واحد هي الاجابه الخطا. ليه؟ لانه كانت بتديني ان، ودي اداه نكره تستخدم مع الكلمات التي تبدا بحرف فوول، حرف متحرك. طب كلمه هايكب اللي هي الزغطه بادئه بحرف متحرك؟ لا، يبقى على طول بسرعه كده وبدون تردد المفروض الاجابه تبقى ا، هايكب از، ا هايكب از يعني الزغطه تكون، تمام؟ ما ينفعش نستخدم معاها اداه نكره ان لانها ما تبداش بحرف متحرك. ناين يا شباب بيقول الايك ا بار ماجنت ذا ايرث هاز تو ماجنتيك بولز. بيقول يعني زي المغناطيس الارض لها، او كوكب الارض له قطبي مغناطيس ايضا، تمام؟ يبقى المفروض على طول ما اقولش الايك، الاجابه الصحيحه تبقى لايك ابار، مثل قضيب المغناطيس الارض لها جانبي او قطبي مغناطيس ايضا. نمبر 10 يا شباب، فلينت لوك ماسكتس سبيس شارب بايونيتس
were standard weapon during the American Revolution. بيقول ان بنادق الماسكتس الأمريكية ذات الحد أو النصل الحاد استخدمت كسلاح قياسي أثناء الحرب أو الثورة في أمريكا. تمام؟ ده معنى الجملة. تعال نشوف مع بعض بقى نختار أنهي اختيار. هل نقول tip with؟ عايز يقول اللي كانت بها قمة حادة أو لها مقدمة حادة. كلمة tip يعني قمة أو مقدمة. هل tipped with ولا the tips of ولا were tipped with؟ الإجابة السليمة يا شباب من أول ولا واحد يقول لي were tipped with، اقول له الفعل جمع وير صحيح. لا غلط، مش مظبوط. ليه يا ريس؟ لان حضرتك احنا اتعلمنا في مهارة سابقة شباب كنا بنقول عليها اسمها reduce the adjective clause، يعني انقص الجملة الوصفية. انقص الجملة الوصفية لما كنا بنستخدم تصريف ثالث للفعل verb to be اللي هو passive، بنشيل verb to be والتصريف الثالث للفعل. طيب دور التصريف الثالث للفعل هنا في الحالة دي ايه؟ بيستخدم كadjective كصفة. يبقى الإجابة رقم 2 tipped with هي الإجابة الصحيحة دون غيرها من الإجابات. خدنا tipped with عشان هي adjective على المهارة الخاصة ب reduce adjective. Not until Harvard College was founded in 1636 was there any colleges in America. بيقول يعني قبل ما توجد هارفارد لم يكن هناك جامعات في أمريكا لغاية سنة 1636. طب تعال نشوف رقم 11 الإجابة السليمة هتبقى. أول حاجة كده نفصل ونشوف الفاعل والفعل. أول ما شوف not until ليس حتى، هارفارد كوليج was دي ما فيهاش مشكلة، هارفارد كوليج ده مفرد، was founded وجدت ديت فاعل وفعل مظبوط. إن ومديني التاريخ ما فيهوش مشكلة. Was there any colleges؟ شوف بقى خلي بالك بقى من الجزء الأخير ده بقى هو اللي عليه الكلام. Was there any colleges؟ colleges ده جامع؟ جامع يعني عايز كان بيقول ما كانش يوجد أي من الجامعات. طيب colleges ده جامع فاعل بلورال، يبقى الفعل اللي يجي معاه مش was يبقى where. إذن الإجابة السليمة حذف was ووضع مكانها where لتتناسب مع الفاعل. 12 يا شباب بيقول in general the cells of the large animals and plants are only slightly larger if at all than smaller plants and animals. الجملة دي عايزة ذكاء شوية، ركز معايا. بيقول بصفة عامة الخلايا الكبيرة للحيوانات والنباتات هي فقط أكبر بشوية طفيفة أو بشكل صغير على الإطلاق من النباتات والحيوانات. طيب من النباتات والحيوانات كده انت المفروض بتقارن خلايا لنباتات وحيوانات، يبقى برضو المفروض بتقارن الجزء التاني من المقارنة برضو على خلايا. إذن الخطأ هنا يا شباب في الجزء بتاع كلمة smaller. طيب smaller دي هشيلها ليه؟ لأن أنا بتكلم على the cells of large animals، فأنا المفروض برضو أقول the cells of smaller زي ما قلت هنا the cells of large animals. تمام؟ أقول the cells of smaller، the cells of smaller، يبقى عشان يحصل توازن parallel structure اللي احنا خدناها واتكلمنا عن المهارة دي اللي هي توازي الصفات وتوازي الأفعال وتوازي الفواعل، توازي القاعدة قبل المقارنة وبعدها. هنا في the cells of large animals، يبقى أيضا بعد كلمة زان the cells of smaller plants. ونشوف مع بعض رقم 13 بيقول light from an electrical lamp includes many different waves lengths space in laser is concentrated on only one wavelength. بيقول ان الضوء المنبعث من اللمبات الكهربية بيحتوي على العديد من الامواج او اطوال الامواج المختلفة، وكمان الطاقة اللي موجودة في الليزر مركزة فقط على طول الموجة. طيب تعالى معنى الجملة، تعالى نشوف هنختار انهي اختيار موجود معنا. طيب هنا الاول دي جملة اولى تحتوي على فاعل the light، تمام، وincludes the verb with the object many different waves of lengths. ادي جملة كاملة. طيب جي بعدها كومة يبقى فيه المفروض رابط على طول كده. طيب وجملة تانية بتقول in a laser يبقى المفروض بعد الرابطة في فاعل. تمام، يبقى انا محتاج هنا في المكان ده رابطة وفاعل. طيب هنا في رابطة وفاعل؟ لا ده فاعل بس. هنا في رابطة وفاعل؟ لا ده فاعل وفعل ومفعول. تمام، هنا رابطة وفاعل ورابطة وفاعل. طب واحد يقول لي الإجابة السليمة كده رقم 3 number 3 while all the energy، صح. طب ليه ما خدناش اللي فيها اس؟
is يعني اقول while all the energy is ليه ما اتاخدش؟ اقول له لو خدت is يا حبيبي حضرتك بتكرر الفعل مره تانية، لو لاحظت الفعل is موجود في الجمله التانية اهوت، فهتقول كده while all the energy بينما كل الطاقه تكون في الليزر تكون مركزه، لا يبقى بينما كل الطاقه اللي في الليزر مالها is concentrated يعني مركزه فقط على الامواج او طول الامواج. واضح؟ يبقى الاجابه السليمه while عشان انا محتاج رابطه وفاعل، محتاج ايه؟ رابطه وفاعل. نمبر 14 يا شباب، a supersonic airplane can fly faster than the speed of sound. بيقول بعض الطائرات الخارقه تستطيع ان تسافر او تعبر بسرعه الصوت. تعال نشوف الناحيه الجرامر بقى بتاعي في الجمله رقم 14، هل هو صحيح ولا خطا؟ هل هركز على سوبرسونيك ولا كان فلاي فاستر ولا ايه بالظبط؟ طيب وارجع اقول as speed of sound، الخطا في كان ولا فلاي؟ فلاي ما فيهاش مشكله، فعل جاي بعد المودال فيرب في المصدر ما فيهوش مشكله، وفاستر زان مقارنه صحيحه شكلها جميل ما فيهاش غلط، يبقى ما عنديش غير ادي ما تصحش هنا يا شباب، خطا لازم اشيلها احط ذا، لان انت عملت حاجه اسمها التحديد والتخصيص. التحديد والتخصيص يا جماعه لازم نستخدم ذا، لازم نستخدم ايه؟ ذا، لان ذا هي المحدده والمخصصه. زي ما تقول اي نيد ا كار، انا محتاج سياره، اكار هنا تعميم تمام، اما تقول اي نيد ذا ريد كار، انا محتاج السياره الحمراء، يبقى ذا جايه للتحديد والتخصيص. نفس الكلام ينطبق على الجمله بتاعتنا هنا، بتقول ذا سبيد اوف ساوند اسرع من سرعه 15. The first gummed postage stamp is issued in New York City in 1842. بيقول اول طوابع اتعملت او صنعت في نيويورك في سنه 1842. طب ناخدها من ورا لقدام، ان وتاريخ فيها مشكله؟ لا. طيب issued، issued يعني صنع، هل بالشكل ده صحيح؟ تمام؟ لا مش صحيح. اذا الاختيار السليم هي issued رقم 3، والتصحيح ان انا اقول where issued صيغه مبني للمجهول. طب ليه استخدمت where ما خدتش was؟ اقول له stamps جمع، اصحى للكلام stamps ايه؟ نمبر 16 بيقول the temperatures space take place very widely for different materials. بيقول درجات الحراره يعني عند الذوبان والتجمد بتحدث بشكل متنوع فاري مع مختلف المواد different materials يعني مختلف المواد. طيب عايزين نشوف حل للمشكله دي، هل هنختار which melting and freezing which melting and freezing ولا هنختار at which melting and freezing ولا which they melt and freeze ولا at which they melt and freeze؟ تعال نشوف كده البدائل ونصنفها. هو اداني رابطه هنا الاول تمام، في كله في روابط، بس فيهم واحده قبلها حرف جر at which، وواحده من غير حرف جر، يعني اتنين، الاختيار رقم اتنين at which melting and freezing، والاختيار رقم اربعه هو ادق من الاختيار واحد وثلاثة. واحد يقول لي ليه؟ اقول له لان حضرتك هنا التي عندها درجه الحراره عندها، يبقى the temperature at، انت محتاج تقول at خلاص، يبقى at ادق من which الواحده، يبقى الاختيار A واحد وثلاثه نوك اوت طلعوا بره، يبقى لنا الاختيار 2 و4. هل اقول at which melting and freezing ولا اقول at which they melt and freeze؟ هل هحط فعل في المصدر بعد فاعل ولا اخد الفيرب بلس ان جي؟ انت حضرتك لو فاكر ان الفيرب بلس ان جي اصلا بيعمل عمل صفه، وانا محتاج هنا في المكان ده ان انا اوصف درجه الحراره عند الذوبان والتجمد، يبقى الاجابه الصحيحه رقم 2، فاقول at which، وجود ات عشان محتاج اقول درجه الحراره عند، لما بتيجي تقيس درجه الحراره بتقول عند مقياس كذا، عند درجه حراره كذا، فانت محتاج حرف جر ات. طيب اخترت رابطه which، ايوه رابطه which، درجه الحراره التي عند الذوبان والتجمد. كلمه ذوبان وتجمد melting and freezing، verb plus ing ليه؟ لانه بيعمل عمل الصفه وانا محتاج هنا صفه تمام. 17 بيقول the common octopus lives alone. اوه والله انا جاوبت الاجابه على طول، برافو عليك. The common octopus lives alone، هي اصلا ما ينفعش لون دي تمام، المفروض الصحيح بتاعها الون على طول كده، الاجابه السليمه الون يعني بشكل منفرد تمام، الون وحيدا يعني. ان ادن، وكلمه دن ده اللي هو العرين بتاعه يعني المكان اللي بيعيش فيه، جاست بيج انف فور اتس بادي يعني بشكل كافي ياخد مساحه جسمه بشكل كافي. طيب يبقى الاجابه السليمه هي تغيير كلمه لون الى الون خلاص عشان يوصف هذا الفعل، ليفز الون يعني بيعيش بشكل منفرد. نمبر 18 not until nearly تيلور روس، دي واحده
سياسية أمريكية تولت قيادة الحزب الديمقراطي في ولاية وايومينج، تمام؟ elected governor of وايومينج، انتخبت كحاكم لولاية وايومينج in 1924 سنة 1924 space as governor of the US state. وده بيؤكد على ان هي اول ست تدخل كحاكمة لولاية امريكية في الولايات المتحدة الامريكية. ده معنى الجملة. تعال نشوف هنختار a woman served، امرأة خدمت كحاكم، ولا a woman serving، ولا to serve a woman، ولا did a woman serve. طيب تعال هنا بقى نتعلم معلومة جديدة كده مع سمارت انجليش، اني لما احط ديت في جملة قبل الفعل فانت بتعمل حاجة اسمها emphasize، يعني تأكيد على المعلومة. زي ما اقول لك I do enjoy tennis. I do enjoy tennis. يعني انا بستمتع بلعب التنس. طب do و enjoy مش فعلين ورا بعض؟ ايوه. طب ما ينفع اقول I enjoy tennis بس؟ ايوه صحيح، ولكن المعنى بيختلف. لو قلت I enjoy tennis انا بستمتع بلعب التنس، لكن لما تقول I do enjoy tennis فانت بتأكد بشكل كبير على المعلومة، انا فعلا بموت في لعب التنس، معناها كده. هنا نفس المعنى يا جماعة متمثل في الجملة بتاعتنا رقم 18 اللي هو عايز يقول اللي هو اول امرأة خدمت كحاكم لولاية، فلا لازم اختار الاختيار اللي بيقول did a woman serve as. بيقول only about 25% of diamonds prove suitably for gemstone. بيقول فقط 25% من الألماس اللي هو جوهر الألماس بprove suitable for gemstone، يتناسب مع المجوهرات أو الجيمستون الأحجار الكريمة، تمام؟ تعال نشوف مع بعض فين الخطأ. only about فقط تقريبا، مفيش مشكلة، تعبير عادي بيتكلم عن كمية فوش خطأ. وسيتوبلي وجيمستونز، جيمستونز ده اسم اللي هي المجوهرات أو الجواهر أو الأحجار الكريمة. طب هنا المشكلة في سيتوبلي، هل ينفع بروف سيتوبلي ولا بروف سيتوبل؟ بروف سيتوبل هنا معناها يثبت أنه بشكل مناسب، فيبقى adverb، تمام، for gemstone، ان هو بشكل مناسب يتناسب مع الاحجار الكريمه. فانا هشيل كلمه ال ly واحط ال e، فتبقى suitable يعني مناسب لي، تمام. An ice crystal is a necklace on which a hailstone is built، تمام. كلمه necklace يعني خاص بالنواه، شيء له علاقه بالنواه. on which التي به الهيلمستون، الهيلستون ده اللي هو البرد، عارفين الصقيع البرد والتلج اللي بينزل صبح بدري ده في الشتاء، هيلمستون الهيلستون اللي هو البرد، تمام. بيقول بقى ان النواة الاساسية للجليد هي النواة اللي موجودة للبرد. طيب فين الخطأ هنا يا جماعة؟ an ice crystal فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة، اللي هي الكريستالة او البلورة الجليدية بتكون هي النواة. طيب انا عايز اخد النواة دي اعمل منها صفة، نيكلي دي مش صفة، ذا نيكليس اسمها نيكليس، نيكليس معناها خاص بالنواة، يعني شيء خاص بالنواة، adjective للنواة، صفة للنواة، on which هي البلورة الاساسية او النواة الحقيقية التي بيعتمد عليها الصقيع او البرد بيبنى عليها، تمام. يبقى كلمة نيكليس هنضيف لها EUS عشان تدينا الصفة. وبهنا يا شباب يعتبر احنا كده انهينا بوست تيست ده، عشان رغبة الجماهير حبايبنا مشترك القناة وغيرهم وضيوفنا اللي بيشرفونا على القناة ومنوريننا جدا، مبسوط بيكم جدا والله. ده بوست تيست كامل يا جماعة عن الستراكشر اند ريتن اكسبريشن. بشكركم جدا على متابعتكم، اتمنى الفيديو يفيدكم. لو حضرتك ضيف جديد شرفتنا، اشترك في القناه، فعل زر الجرس على اشعارات الكل، كمان ما تنساش اللايك الجميله بتاعتك عشان تدعمنا ونشعر بدعمك، ما تنساش تبص على شاشات النهايه وكمان تعمل لايك للفيديو. ارق تحياتي، كان معكم انور الزاهي من قناه سمارت انجلش، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.